بمناسبه الهوايه وبمناسبه انها لعبه مش مكلفه زمان، وزمان ده مش بعيد قوي يعني، انا فاكر ايام دكتور عبد المنعم عماره ربنا يمسيه بكل خير، والراجل ده عمل طفره رهيبه جدا في الرياضه، هو او الدكتور عبد الاحد جمال الدين ربنا يرحمه، او كل الافاضل اللي جم بعدهم يعني كل الاحترام والتقدير لهم، لكنه كان في مشروع، والمشروع ده بقى زي ما يكون عاده انه تمشي في اي حته تلاقي ترابيزه تنس طاوله صح، او ناس تعمل خشبه كده، ده بجد مش بهزار صح، وشبكه ان شاء الله قماش صح، ومضربين ان شاء الله خشب، ويلعبوا بيهم تنس طاوله. فاكر الايام دي ولا انت كنت لسه صغير؟ لا انا في السوق بالذات فاكر ان هي اولا كانت في كل المدارس، اي مدرسه سواء مدرستي او المدارس بتاعها بنروح نلعب فيها بطوله المدارس بيكون فيها، لما بيحصل اي تقاليد دينيه مثلا زي الموالد زي اي حاجه كده بتلاقي الترابيزه في كل الجناين بتكون، أيوة بتلاقي برضه أيوة موجود تمام، اي جنينه سواء عامه سواء مثلا جنينه نادي او حاجه تلاقي فيها ترابيزه تنس طاوله، في المصايف أيوة تنس طاوله. هي اللعبه بسيطه، ما هياش محتاجه ملعب معين، ما هياش محتاجه تكاليف كبيره عشان حياتك تلعب، وبعدين عائليه يعني، أيوة ممكن الاب يلعب مع اولاده والام ممكن تشارك، حاجه جميله. وبعدين عندي مشكله في موضوع العائليه ده، ان الواد مصطفى ومحمد ولادي بيكسبوني على طول فشغلانه كبيره يعني، قصدي انه فعلا عائليه. اتفضل. صح صح. نعم. فعشان كده احنا بنحاول ان احنا نحاول نخلي الناس تمارس اللعبه بشكل اكبر. ليه يا كابتن؟ هي برضو ليها جزء تاني بعيد المدى. النهارده انت عند حضرتك اللعيبه المقيدين رسميا يمكن من 2000 ل 3000 لاعب على قوي. اقصى تقدير. قليل قوي. النهارده الصين عندها كام؟ مليون لاعب. شايف حضرتك الرقم؟ مليون لعيب. مليون. فالنهارده مليون بيطلع منهم مالونج، المانيا برضه هتلاقيها بالظبط، ويطلع منهم 3 4 كمان يجيبوا ميداليات. المانيا عندهم مئات الالاف، فرنسا عندهم نفس الكلام، بلد كبير زي مصر يليق بيها ان شاء الله ان هي يكون عندها كبدايه مثلا او كهدف لينا ان هي احنا يكون عندنا 50,000. مظبوط. فعشان كده لازم ان احنا نبتدي نستغل حدث كبير زي الاولمبيات عشان نخلي تنس الطاوله ملهمه للناس في القرى وفي المدن الصغيره. ما كانت موجوده يا عمر يعني، انا بقول لك ما كناش بناخد بطولات كبيره او ما بنوصلش اللي انت بتقوله ده، وكانت نيجيريا مع ادانا دايما صح في افريقيا لحد ما انتوا جيتوا ما شاء الله وانهيتوا السيطره دي، لكنه اللي مزعلني انها كانت موجوده. انت صح في اي حته، انا كنت زمان، ما انا ايه اللي حببني في تنس الطاوله؟ كان زمان عندنا نادي سكه حديد طنط صح، فكان هم ترابيزتين موجودين، وكان مدرب راجل جميل كده كبير في السن كده، كان والله العظيم علمنا كلنا، فكلنا كنا بنروح وكانت بالمجان صح، يعني مش بفلوس كمان يعني، كنا بنروح عشان نلعب كوره بندفع فلوس صح، لكن تنس طاوله بالمجان، وكانت في ناس بتقب منها. لكن خليني بقى